واحد السلام عليكم. يا صافا حيتك حيد عرفتي. وعلى تكبيت الخايل وعلى الخايل وعلى يروج وعلى سيدو وعليه يا عليه. غابر بالنسبه للناس ما تتبانش في التلفازه، ما تتبانش في الشاشه، باغ كونتر انت كتكون خدام في ليكوليس. هذا الوقت في تقريبا من 2014 حتى لدابا كنت في ليكيب دو بريباراسيون ديال برنامج رشيد شوف القناه الثانيه فريق الاعداد. كوميديان فعاتنا بزاف، غيكونوا شي وحدين معايا صحابي اللي في الميدان تظلموا من كوميديا ومن انا تنقول لا، كوميديا فتحت الباب بزاف ديال الناس. ومن 2008 لهنا، قبل من 2008 كنا كنشوفوا الكوميديين محسوبين على رؤوس الاصابع وراه معروفين. من 2008 لدابا راه ولينا كنشوفوا تبارك الله كاين سميات الشباب بزاف، وكاين حتى انواع ديال الكوميديا، ما بقاش غير داك العروبي وداك الشلح وداك اللي كنا كنشوفوا شحال هادي. هذا السؤال ممكن تسولي رشيد العلالي يقدر يجاوبك عليه، انا ما نقدرش نجاوبك، مع انه واحد المره وقعت انه ذكر الاسم ديال بزاف الناس في الطاقم التقني وهذا، وما ذكر السميه ديالي والسميه ديال واحد الزميل كان معايا. ما تقلقش خديتها ببساطه وقال لك نسيت سهيت وسمح لي ميسار. ممكن تكون اثرت عليا لان بزاف ديال الناس كنت كنسمعهم تيقول لي خاصك تخدم شي حاجه لراسك، بركة ما تكتب لواحد اخر، وكنظن ان عندهم حق، عندهم الحق سورتو الناس اللي كانوا شافوا عبدو ربي في كوميديا ولا في كوميديا شو، كانوا كيتسناو شي حاجه جديده غيدير شي حاجه من بعد، ولكن ملي كتولي خدام في ليكوليس تيقول لك علاش هذيك الانرجي اللي كتضيعها انك تكتب لواحد اخر، علاش ما تكتبش راسك؟ وعندهم الحق، يمكن ممكن من القدام ولا ابتداء من اليوم ولا ما عرفتش ممكن يكون هذا التغيير. حنا ثلاثة ديال الناس اللي كنا كنصوبوا دو أ أ زد، ورشيد ممكن إلا كانت عنده شي زيادة في وسط البرنامج كأي منشط غتكون عنده تكون عنده لومبخانت ديالو، غتكون عنده بصمة ديالو. سكيتش في بداية الحلقة كنت بعض المرات تنتناوبوا عليه أنا والزميل اللي كان معايا. لا بالعكس مزيان، بالعكس أنا بالنسبة لي مزيان، شو واحد القضية شتي تقدر واحد الدور تعطيه البنت، دور كوميدي تعطيه البنت، ما يضحكش أكثر ما هذاك الدور كوميدي نسائي تعطى الولد. كتضحك اكثر غير ما تكونش عاوتاني واحد الاكزاجيراسيون اللي غادي تضرك في شخصك، سي نورمال. غيتفقوا معايا بزاف ديال الناس حاليا غنقول لك حسن الفن. انا نقول واحد القضيه كنت كنقولها وماشي مجامله حيت صديق ديالي، انا كنت كنقولها دوبي لونطون من شحال هادي، كانوا كيسولوني الناس كنقول لهم كيعجبني غسان. علاش غسان؟ ملي كتكون كتفرج في كوميدي واحد اخر كنكونوا حنا بحال حافظين لي زوتي ديال الخدمه ديال الحرفه، كتولي كتعرفوا اشنو غايقول، كتعرف ديك الكاك اللي غادي يقول من مورا. غسان ما كتوقعش منه، غسان واخا تكون انت كوميدي في حاله كتفرج فيه ما كتوقعش منه شنو غايقول، ديك العبثيه ديالو كتضحكني انا بعدا شخصيا تعجبني. جديد كاين واحد كونسيبت شي حاجه بوغ لو ويب، خليوها مفاجأة ما نقولوا عليها والو. صحتك الحمام شتك خرجتي تبارك الله عك ديري كتبرقي تبارك الله عليك السر. الحمد لله الحمد لله دابا يلاه فرشت الصالون وان شاء الله ان شاء الله بغيت نفرش السطح. انا كنتصنت بزاف الامينوكس يا هذا داي داي ماشي بحالو ما حبيبه وماشي بحالو ناري ناري وماشي بحالو ما تقيا وماشي بحالو. انا راه جيت غادي نزيدكم واحد 5 سنين اخرى، اللي عنده شي فلوس في جيبو يمشي يتقدى البوطه ويتقدى العدس ويتقدى اللوبيا، انا غنزيد لكم في كل شيء وغادي نقص لكم من الكافيار ان شاء الله. غتوليو ديروا الكافيار بلا صوص طوماط. سير تسيتي تسيتي تاني جويجه درتي اعطي فيها 16000 16000 غير تجيب لك ربعه. بيضاء لك دار يشوب صفا لك الياسمين نقوة وعبيرة. بيضاء